ده قفل جديد احنا جايبينه، هفتحه قدامكم واجربه عشان نتأكد ان هو شغال تمام. اهو زي ما احنا شايفين كده بيفتح وبيقفل بدون اي مشاكل. تمام كده. وهنجيب علبتين كبريت، احنا هنستخدم علبة واحدة بس منهم يعني ما فيش مشكلة، ودي ورقة فاضية. وهنبدأ نطلع عيدان الكبريت من العلبة وهنبشر المادة القابلة للاشتعال في قلب الورقة. هنبشر الكبريت بسن مفك كده او باي حاجه حاده يعني زي ما تحب. حابب انوه بس يا جماعه على كل المشاهدين ان انا بريء امام الله من اي استخدام خاطئ للطريقه دي. احنا دي تجربه بنجربها وبنعملها قدامكم عشان لو حصل معاك اي ظرف طارئ، كيف اتقفل منك والمفتاح نسيته او ضاع منك، تقدر تفتح المفتاح بكل سهوله من غير ما تكسره. هنستخدم الطريقة ديت فيما يرضي الله، غير كده أنا غير مسؤول. وكده بعد ما بشرنا خلاص عيدان الكبريت هنجيب بظهر المفك أو أي حاجة تقيلة وهنبدأ إن احنا نطحنهم في بعض بحيث إن هما يكونوا بودرة عشان نقدر نعشقهم مكان المفتاح. تابع معايا الفيديو للنهاية علشان بس تستفيد استفادة كاملة. وده الشكل النهائي بعد ما طحناهم. هنجيب بقى القفل ونبدأ نعشق الكبريت بداخل القفل مكان المفتاح بالشكل ده. وهنجيب كده عود كبريت وهنبدأ ان احنا نكبس البارود بداخل القفل بالشكل ده. تمام كده. سهلة يا جماعة وبسيطة. تمام كده. كده بعد ما كبسناه هنجيب عود كبريت وهنقصه، يعني هنقصره كده على قد ما نقدر، وهنحاول نرفع الخشبة شوية عشان نقدر نعشقها مكان المفتاح بالشكل ده. وهنجيب القفل بتاعنا ونبدأ ان احنا نعشق عود الكبريت. ايوه بالشكل دوت. تخلي بالكم جدا وانتوا بتنفذوا التجربة ديت ما يكونش في بيت، ما تعملهاش في بيتك، ولو عملتها في بيتك تعملها في حتة ما فيهاش حاجة قابلة للاشتعال. هنبدأ نجيب الولاعة بتاعتنا ونولع بقى في عود الكبريت. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ اللي حصل ان حصل عملية انفجار بداخل القفل مكان المفتاح فنطر الكالون. شوفوا كده بالطريقة دي. طريقة سهلة وبسيطة تقدر تفتح بيها اي قفل زي ما انت عايز، بس يكون حذر انك